انت برضه نفس اللي في دماغك؟ مالك يا حبيبتي؟ صوتك وشكلك مش عاجبني، فيكي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا تيتا، والله انا بس عشان مغيره مكان نومي اللي متعوده عليه بقالي سنين، فمش عارفه انام طول الليل والله. بس انا كويسه. ومين سمعك يا حبيبتي؟ ده انا طول الليل ما نمتش وقلقانه عليكي. يوه ما تصدقيهاش يا طنط، دي طول الليل نايمه وقاعده بتشخر وعامله اصوات مزعجه جدا، ما عرفتش انام. يا سلام، والله يا تيتا ابدا دي كدابه، دي هي اللي عماله تشخر. انت عارفه ان انا كيوت؟ دي منظر واحده كيوت. يلا يا هانم بقى عشان عايزين نخلص ورقنا، هنتاخر على شؤون الطلبه. خلاص يا حبيبتي، اتكلي على الله وروحي وان شاء الله خير، ولما ترجعي بالسلامه ابقي طمنيني. ماشي يا تيتا، هبقى ارجع واكلمك. باي باي يا حبيبتي. هو انت فيكي حاجه؟ لا، ما انا عارفه اقول لك ايه. انا امبارح طول الليل سامعه واحده عماله تصوت وتعيط. انا من كتر خوفي ما بقتش عارفه اعمل ايه. بجد؟ طب ما صحتنيش ليه؟ ما يمكن كانت في واحده تعبانه وكانت محتاجه مساعده. لا، ده مش صوت واحده تعبانه ولا كانت عايزه حاجه، ده صوت واحده بتستغيث، واحده عايزه حد يلحقها. انت اصلك ما سمعتيش الصوت كان عامل ازاي؟ انا ما كنتش عارفه اقوم من مكاني من كتر الخوف. طب تعالي نشوف مين دي ونحاول نساعدها ونسأل عليها. لا يا ستي، احنا مش عايزين مشاكل من اول يوم. هو انت ما شفتيش صاحبه الدار كانت بتتكلم معانا ازاي؟ دي عامله زي نظره المدرسه اللي كانت عندنا في المنصوره، فاكراها؟ الا فاكراها، عامله زي ابله سناء بالظبط، كانت تبص الواحد بصه كده نبقى عايزين الارض تنشق وتبلعنا، ولا كان عليها نبره صوت يا خرابي يوقف القلب. اعوذ بالله. طب بقول لك ايه، والنبي يا شيخ طلعي لي اي حاجه البسها عشان نلحق نحضر المحاضرات، وانا اقوم اغسل وشي. ماشي. حاضر يا برنسيسة. على رمش عيونها شاغلني هوا، طرع لي مني قلبي سوا كده هون. على رمش عيونها شاغلني هوا، طرع لي مني قلبي سوا كده هون. وانا يال كنت طبيب الهوى. نجم يا ابني، نجم 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 حبيبي يا سعدة. الصوت الحلو ده، بقولك ايه، اعمل حسابك فرح واحد صاحبي الايام الجاية هتيجي تغني، مفهوم؟ عيوني يا عم سعيد. وانا يلي كنت طبيب الهوى. ايوه مدام. انت فين يا سيف؟ تعالى لي حالا. صريح الهوى. حاضر.
ياه. مدام فريدة ما بتقدرش تستغنى عني، هاي زيني عن اذنكم. قال لي يا مروان، هو ازاي ابوك الجنايني والزرع ده كله ميت وناشف كده؟ والله يا ابني ابويا لسه ماسك الجنيه دي بقاله اسبوع واحد بس. استنى استنى شهر كده وان شاء الله هتلاقي الجنيه دي زي الفل. يلا يا اولاد الفطار جاهز. ايوه بابا جايين. انا اقول لي يابا الجنينه دي مالها؟ الزرع فيها كله ميت زي ما تكون عايمه على جاز. والله انا تعبت، الارض دي غلبتني. تعرف في يوم تلاقيها مزهزهه وزي الفل، والتاني يوم تلاقي الارض كلها ميته زي ما يكون واحد دخل مشي فيها وحرقها. ازاي الكلام ده؟ انجز يا مروان عشان عندنا كاستنج النهارده. ماشي نكمل بس افطارنا ونقوم على طول. عندكم ايه؟ معاد يعني معاد. طب ما تقول معاد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. انا منى وهي هناء طلبه في الفرقه الاولى، وكنا عاوزين حضرتك تساعدنا في اننا ناخد دورات خارج الكليه. زمايلنا قالوا لنا ممكن حضرتك تساعدنا في ده. اه طبعا اتفضلوا الاول يا صباح. شكرا. تشربوا ايه الاول؟ لا مرسي مش عايزين حاجه. معلش انت قلتي لي اسمك ايه؟ اسمي هناء. هي سحر مشيت؟ أعتقد يمكن مشهب كانت بتقول إنها لمت شنطتها ومشيت. غريبة، مع إنها لسه راجعة من عند أهلها وقالت إنها هتقعد الترم كله عشان المحاضرات بتاعتها وزيارة الأماكن الأثرية والبحث اللي بتعمله. ايه المعلومات دي كلها؟ ده انتوا صحاب بقى وبتحكوا مع بعض. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ رايحه للكوافير وعندي شويه حاجات ناقصاني هشتريها. شيرين اللي بتعمليه هنا ده غلط، وقلت لك الكلام ده 100 مره. خلصتي؟ لو كنت كملت اللي انت عملته ما كانتش بنتك وصلت لكده. بنتك بقت شيطانه، بحاول اصلح ما بقتش قادره عليها. لكن هقول لك ايه، منك لله يا دليل، منك لله. you
كام دي يا عم عبد السلام؟ 160. ما ينفعش ب 50؟ 55 عشان الشغل. ايه يا بنت بتعملي ايه ده؟ والنبي يا نبي سيبونا انا مخدتش. انا مش هسيبك يا حراميه يا حيوان الله في الاس. ايه ده؟ خلاص خلاص يا مدام، خلاص يا حبيبتي سيبيها، شكلها غلبانه في دي. وانت مالك انت؟ الله جريئه وليا مالك، ده انت شكلك شيخه منصر حتى. خلاص يا ست وديها الاسم، انت مالك انت؟ ده انت جاي تطبل للمزه بقى. اوعي تعالي يا بنت، عليا النعمه اللي هيقرب منها لشرحها. اجري يا بنت، شكلكوا شويه حراميه. دي حاجه يا يا المهم بس نلاقي الاستاذ علي مراد المخرج اللي قال لنا عليه الريجي وورانا صورته على الفيسبوك. ثواني كده يا باشا، حاسس ان انا ثواني مش عارف، حاسس ان انا كل المشهد اللي حفظته راح من دماغي. ايوه يا استاذ، انتوا مين عايزين مين؟ احنا جايين من طرف استاذ ابراهيم الريجي عشان نقابل المخرج الاستاذ علي مراد. تمام استاذ علي، اتفضلوا معانا. استاذ علي، الاستاذ دومك، الاثنين دومك جايين من طرف الاستاذ ابراهيم ليش. اهلا وسهلا، انت اسمك ايه؟ انا اسمي مروان، مروان ريحان. وانت؟ وانا عمرو سرحان. مثلته قبل كده؟ شاركته في اي اعمال؟ يعني يا استاذ علي حاجات كده صغيره كده في مسرح الجامعه، ويعني حاجات كده على قدنا يعني، بس احنا من نفسنا من زمان نشتغل مع حضرتك. طيب استاذ احمد، روحوا مع المكتب. تمام. وانا هحصلكم بعد شويه. خلاص اوكي شكرا يا فندم، اتفضلوا معانا. اسمك ايه؟ صفا. طب خلي بالك بقى بعد كده يا صفا، قولي لي انت شغاله مع حد؟ لا والله دي اول مره في حياتي. طب وليه عملتي كده؟ بابا في السجن وماما ماتت، وجيران كانوا بيساعدونا وبطلوا، واخويا حماده كان شغال في الاشاره، والعيال كسروا له رجله وايده، وانا بحاول اساعد اخواتي. طب تعالي تعالي اقعدي جنب، تعالي. انت من النهارده هتكوني اختي وحبيبتي وهتفضلي معايا طول العمر، ايه رايك؟ انت كنت هايل يا مارو النهارده. والله انت احلام. بس عارف احنا محتاجين فرصه، فرصه دي عايزه مسلسل او فيلم يكون حلو ويكون المخرج بتاعه حد اسمه يكون معروف. بص يا مروه، احنا بنتعب وبنعمل اللي علينا، واثق ان ربنا هيكرمنا قوي. يا رب يا رب يا عم يا رب. واو الحاجات الحلوه دي. بس يا عم ساكنين جوه طبعا. ايه ده انتوا رايحين فين؟ وانت مالك احنا رايحين فين؟ يعني ايه يا مالها؟ ده بيت طالبات وانتوا ماشيين ورانا تعكسونا، وكمان داخلين ورانا. ايوه احنا ضرناكم في حاجه يعني؟ يا مال عايزين تضرونا يا استاذ سعيد. يا استاذ سعيد كبرت الموضوع ليه كده؟ اتكلمت يا مروان. استاذ سعيد ليه ده؟ ضابط سعيد يا نشا. يا اخي مش وقته، بص شوف الشابين دول ماشيين ورانا بيعكسونا ودخلوا ورانا الدار. الاثنين دول؟ لا الاثنين دول تبعنا. يعني ايه تبعك؟ احنا مش بنعكسكم ولا اي حاجه خالص. انا على فكره انا اسمي مروان وابن عم ريحان الجناين اللي هنا. ايوه يعني بتباتوا فين بالظبط؟ مقيمين فين؟ سيادتك مقيمين هنا في الجنينه عشان نحميكم من الاشرار، مبسوطه كده؟ مقيمين تحت اشرافي الامني. احنا بجد اسفين جدا، سوري والله احنا ما كناش نعرف. عموما انا هناء ودي صاحبتي منى، واحنا الاثنين طلاب في كليه اعلام. اهلا بيكم. ايه؟ كليه اعلام؟ والله فرصه سعيده جدا. نعم. على فكره احنا ممثلين يعني جداد. ان شاء الله نبقى نجوم كبار في يوم من الايام. ان شاء الله. لسه جاي من مكتب كاستنج دلوقتي. تحبوا تمثلوا؟ بصوا والله وانا نفسي اكون مذيعه، بس عادي انت ممكن تسال، لو هم عايزين مساعدين اخراج انا ممكن اجي اتعلم وادخل اللوكيشن بقى واشوف الدنيا. انت تشرفي الدنيا كلها. ويا ترى بقى سندريلا حابه تكون ايه؟ بصراحه يعني انا نفسي اكون ممثله. هتليقي قوي بجد، تنفعي في دور خاله البطل. يا مروان دور حزين اقصد يعني، غير كده هتبقي فل ان شاء الله. ظريف قوي على فكره. انا بكره ابقى نكبه مصر الاولى.
يلا يا هناء. انا ممكن ابقى ملك الكبده، هروح اضرب لي 4 سندوتشات كبده وسجق، خلوا بالكم المكان. هات لنا معاك. ها يا عم مارو، رحت فين؟ بقولك ايه، تعالى اما اعمل لك فنجان قهوه يظبط دماغك. يلا يا مارو يلا. عم رحان، اهلا وسهلا استهان، اقفل المايه ورا. انا شفت ولادك الصبح وهم بيساعدوك في الشغل، حبيت بس اقول لك ان انا ما عنديش مشكله انهم يقعدوا معاك لو انت عايز، بس على شرط يبقى حدودهم الجنينه. فهمني طبعا. فاهم يعني، ما تقلقيش حضرتك، هم كل حكايه يومين ثلاثه يعطروا بس في سكن جنب شغلهم وهيمشوا. وحتى لو هيقعدوا ما عنديش مشكله، بس تنبه عليهم. حاضر. في حاجة كمان. أموري. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزة الزرعة دي هنا. ولع فيها وحط عليها جاز. عليها جاز إيه بس يا ست هاني؟ ده أنا أول مرة شجرة ترعرع عندي نهوت، وده ما بيحصلش كتير. عايزك تخلعها وتحط عليها جاز وتولع فيها. يا هاني خسارة. أنت بتتكلم كتير ليه؟ بقول لك اخلعها وحط عليها جاز وولع فيها، احرقها. حاضر حاضر. فهم؟ حاضر يعني. حاضر. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا لا يا نهار وحش، لا بكا ولا برا برا حقيقي. أنا مش قلتلك تعالي ورايا؟ أنتِ إيه؟ ما بتفهميش؟ يا مدام فريدة، أنا لسه بعمل الأكل، لو الأنسة شيرين جت وطلبت غداها وما لقيتوش جاهز هتعمل لي مشكلة. يا سلام، يعني مفيش حاجة في الدنيا غير شيرين وبس؟ أنتِ إيه؟ كبرتي وخرفتي؟ الله يسامحك. في إيه في إيه؟ عاملة مشكلة ليه مع أم شهاب؟ الظاهر إنها اتركنت على الرف، ما بقاليش لازمة. لا لا لا، مين قال كده؟ ده أنتِ ست الكل. برافو، كويس انك انت فاكره ان انا لسه ست الكل. بس انا هبقى ست الكل لما ارجع كل اللي اديته بغبائي ليكي. هي بتتكلم عن ايه؟ دوري على حاجة؟ انت جبت الصورة دي منين؟ أنا حاسة إن أنا شفت الصورة دي قبل كده. نوال، مفيش منها غير واحدة معايا أنا بس. طب خلي بالك بقى على نفسك من الصورة دي. والله يا تيتا احنا كويسين قوي، ده حتى النهارده اول يوم في الجامعه وكان حلو قوي اليوم. حلو بس يا تيتا، ده في شراره نورت في الكليه كلها. هي بتقول ايه؟ طمنيني عليك. ما بتقولش حاجه يا تيتا، ما انت عارفه ان هي غلسه. ايه ده؟ الله، في فرح في الدار، معقوله؟ بقول لك يا حبيبتي انا هرجع اكلمك تاني. باي. صوري واحده، معقوله؟ مش مصدقه. ثانك يو. الله، ايه الحلاوه دي؟
ايوه كده، خلي الدار تحلو. من ساعه ما جينا واحنا حاسين باكتئاب. ازيك عامله ايه؟ انا هناء، كليه اعلام جايه من المنصوره، ودي منى صاحبتي. انا نيلي، صيدله القاهره من كفر الشيخ. ماشي، ازيك، اهلا بيكي. ما تيجي نرقص معايا؟ تيجي يلا. الدار ولا ايه؟ فاكرين نفسكوا في كبر ايه؟ لا عارفين قوانين الدار كويس قوي، بس ما فيهاش حاجه، احنا في الاوضه لوحدنا، واحنا اسفين جدا لو كان الصوت عالي هنبقى نوطيه. اللي عايزه تسمع بتتنايل تحط سماعات في ودنها. الصوت عالي وفي زمايلكوا في الاوضه الثانيه مش عارفين يذاكروا، مفيش احساس. طب ليه طيب الغلط يا انسه شيرين؟ وبعدين لو في بنت من البنات كانت اشتكت كانت هتيجي تقول لنا، احنا دكاتره يعني حضرتك ما ينفعش تكلمينا كده. دكاتره؟ بس انت لسه ما تخرجتيش، ويا عالم هتكملي ولا لا. طب ليه كده طيب يا انسه شيرين؟ ده احنا متغربين علشان نوصل لحلمنا، وان شاء الله هنوصل. يبقى تحترموا نفسكم وتعرفوا انكم في دار محترمه مش في كباريه. وبعدين يا هناء، انت ومنى ايه اللي جايبكم في الاوضه دي؟ احنا نتعرف على بعض، مش زملاء في مكان واحد ولا ايه؟ لا، يبقوا اتعرفوا على بعض بره الدار وانتوا قاعدين على القهوه. يلا كل واحده على اوضتها. نعم، احنا في سجن واحنا مش عارفين. على فكره بقى، احنا هنشتكيكي لمدام فريده عشان ما ينفعش تتكلمي معنا بالاسلوب ده. اللي مش عاجبها تمشي من هنا. الف حد يتمنى الامل اللي انتوا فيها. تعالي. يا بنتي مالك بتعيطي ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم، مروان الحقني يا مروان يا ابني. في ايه يابا؟ في ايه مالك؟ الحق بسرعة يا مروان، ادي الإسعاف، في بنتي محروقة، بنتي الإسعاف. محروقة؟ فين المحروقة دي؟ والله العظيم كان في بنت هنا محروقة وأنا كنت واقف معاها. طب اهدى اهدى يا عم، هي اكيد مشيت وهتيجي بكره. يا ابني انت فاكرني مجنون؟ يا عمي مش مجنون ولا حاجه، تعالى بس تعالى. طب والله العظيم كان في واحده واقفه يا اهوت، انت عارفه شعرها كده حتى الشاي كله محروق. انت بس زودتها يا عم حبتين. انا هروح اغسل البلطو بتاعي عشان على الصبح هيكون نشف. ايه ده هتغسليه دلوقتي؟ سقطته خالص. لو عايزه تغسلي حاجه تعالي معايا. لا لا انا عايزه انام. اما حاجه بس، وانت راجعه ما تفتحيش النور. اه خلي في دم. بسم الله. ايه اتخضيتي؟ انا فعلا اتخضيت. لا يا حبيبتي ما تتخضيش. مدام فريده، انا كنت بس عايزه اشتكي لك من انسه شيرين واللي بتعمله معايا. معلش، خلي بالك من نفسك. Thank you.
الحمام بتاعنا حلو دلوقتي، ما عندها حمام في اوضتها. تعملي ايه انتي؟ انتي ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، افتحي الباب وشوفي. القتيلة دي الصبح، روح يا مدام. لازم اسافر، مراتي تعبانة وابني هنا لسه بيدور على اكل عيش، وهي هناك لوحدها. مين هيراعي الجنينة؟ ولا مين هيجيب طلبات الدار؟ ما هو مش معقولة كده يا عم ريحان انك تفاجئني في يوم وليلة وتقول عايز اسافر. هو ريحان جه شرح لي موقفه وانا قررت ان هو يسافر يروح يطمن على مراته. نعم، بصفتك ايه ان شاء الله تقرر ولا ما تقررش؟ اسمحي لي يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك، الناس دي غور، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. اش اش كده يا خالتي، خدك خوى. يا مدام صدقيني ابني زيي بالظبط، ومعاها كمان ابن عمه، هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الولية هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان، وريهم شغل الجنينة وعرفهم على أم شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عد عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك أبدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. أنا اللي قلت له سافر الأول ماشي؟ عم ريحان يلا شوف هتسافر على الساعة كام كده. تاخد فلوس تاني؟ لا 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 لا، الحق المدام اضمن. افضل برضه. هش هش هش، فاكراني فرخه؟ فرخه. انا جوعت. سماح سماح، انتي نايمة كده ليه؟ يعني اللي الله يخرب بيت الحبوب اللي انتي بتاخديها بتنايمك زي القتيلة دي. يا سماح ما انا في كلية صيدلة، يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغة اللي انتي كنتي عاملاها امبارح دي؟ بس انتي مش عارفة انا شفت ايه امبارح. يا نالي شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجه عشان رايحه اغسل البلطه بتاعي؟ اه، خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعه في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاها حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتصنت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجه. فجأة لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجأة اختفت. إيه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، دي بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نال، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية ومراهاش حاجة غيرنا. أنا فعلاً يعني اللي ابتديت أقلق من المكان ده. وبعدين أنتي مش ملاحظة حاجة؟ مفيش غيري أنا وأنتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانة بنات، أنت شفتي حد؟ صدقي عندك حق، أنا كمان بفكر أمشي، بس يعني أنا هلاقي فين مكان أرخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر، وفيلا وجنينة ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جت هالقرف. انا عندي محاضرات واتأخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. ماشي.
خير يا استاذ. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم مين؟ والله يا ابني ما عارف، انا على عارف. شغالة اهي ومفيش شبح ومفيش حاجة أصلا يا سماح. وانت كان عندك مشرحة امبارح. قصدك ايه؟ قصدي ان دي تهيؤات يا ماما. انا اللي غلطانة، انا كان زماني واخدة المنوم بتاعي ونايمة سمعتش كلامك. بقولك يا سماح،
نبي روحي نامي بقى كده علشان انا عندي محاضرات الصبح. نيلي ولا اي حد من بنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده اديكي شايفه الاسمها شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. مفيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني؟ ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ من حاجه. لا يا شيخ دي اكيد واحده كانت تعبانه وخدت مسكن وارتاحت. مسكن انت مخلفه؟ لا وانت ما سمعتيش صوت الصرخه؟ ما هو ده اللي هيجنني، انا سامعه كل حاجه بس مش لاقي حاجه. وانت ازاي؟ انا جسمك لابش من الصوت. هتجنن بجد؟ لا لا تعالي بس. تفتكري في حاجه فعلا؟ انت ما سمعتيش صوت الصرخه كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفه. انا جسمك لابش بروح بس عشان ما حدش يسمعني. تعملوا ايه؟ ما فيش، احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط. ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما منك ليها علواتكم فوق. اطلعي يلا اطلعي. فوق امشي بسرعه يلا. حاضر طلعينا اهو بسرعه. حاضر يا بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان يابا بص يا ابني خلي بالك انت وابن عمك. ها اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال. وانت لو احتجت حاجه اطلبها من الست فريده. اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها، البنت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بناته كده. لا خلي بالكم بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا يلا شوفوا. شكرا. كنت عايزك اوصلك يا رب. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف. كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه يا هلا. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟ لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجه. خلاص حضرتك انا هجيب ورقه الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزه زرعه صبار في المكتب؟ لا ورقه واحده. وفي كمان عندكم في الاوضه كف مريم، عايزه برضو كل يوم ورقه واحده. كف مريم عشان الرزق؟ ايوه. هو حضرتك هو حضرتك عايزه الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي انا بقوله وانت ساكت. Thank you.
برضه ما فهمتش عايزه الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما هتكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريدة، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده، انا مش عارفة اقولك ايه بصراحة. طب عودي اهزي كده هوت وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفة احكيلك ايه، بس يا مدام فريدة، اقربها امبارح فضلت تلعب في الكهرباء اللي في اوضتي لحد ما خلت اللمبة ولعت ووقعت على الملاية عندي، وكنت هولع، وبتقعد تعمل حركات هبل كده واصوات، انا متأكدة انها عايزة تخوفني. لو خايفة على عادك هنا انا جابلك الفلوس، خديها وامشي. انا فعلا همشي، بس مش الترم ده، لاني طبعا مش هلحق ادور على سكن. وانا دكتورة وفي كلية طب ودفع السنة كلها، يعني لو ملحقتش ادور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة قاعدة. انا هطلب سوشي، هطلب لك معايا؟ لو خايفة على عادك هنا انا جابلك الفلوس، خديها وامشي. انا فعلا همشي، بس مش الترم ده، لاني طبعا مش هلحق ادور على سكن. وانا دكتورة وفي كلية طب ودفع السنة كلها، يعني لو ملحقتش ادور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعدة قاعدة. أنا هطلب سوشي، هطلب لك معايا؟ اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ايه اتاخرت النهارده يعني؟ معلش انا اسفه والله، بس تيتا كانت تعبانه شويه، حتى انا جاي استاذن منك ان انا هغيب يومين، هروح اطمن عليها وارجع على طول. لا الف سلام عليها. طيب تحب اوصلك تطمني عليها ونرجع على طول؟ لا طبعا ما ينفعش. ازاي انا جاي مش هتاخر، لانه لازم اجي ادور على سكن جديد. ليه ماله السكن اللي انت فيه؟ لو قلت لك هتصدقني؟ اه اكيد هصدقك. قولي. انا طول الليل بسمع بنات عماله تصرخ وتعيط، لما بصحى ادور ما بلاقيش حد. لا اكيد بتهزري، مفيش حاجه اسمها كده يعني، يمكن بس عشان انت بعيد عن اهلك فاعصابك تعبانه شويه. بصي انا ممكن اخدك يعني اوديكي تطمني عليها وتقعدي معايا خميس وجمعه وارجع اجيبك يوم السبت. لا مش عايزك تتعب نفسك. ميرسي، انا مش هتاخر والله. بصي هنا انا هقول لك على حاجه، انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس ان انا مسؤول عني، حاسس ان اعرفك من زمان، يمكن تبقي بعدت شويه ورجعت تاني، بس انا من اول مره شفتك فيها وما تسالنيش فين وازاي وليه، انا من اول مره شفتك فيها وانا متعلقه بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انت تقريبا اختصرت كل اللي انا حاساه بقالي فتره، بس كنت مكسوفه اقول لك. طيب تمام، يبقى اوديك لتيتا والمره اتعرف عليها وعشان عايزها في موضوع مهم. ماشي.
ولا كلمة. انزلي انزلي. انا كنت بتصرف جدا والله. سكسوف قوي. ايوه طبعا. انت امال ايه ده؟ يا نوم ومنى اهو. ايه ده انتوا رايحين فين؟ رايحين نجيب شنطات كده وجينا على طول. مش عايزه حاجه وباتنا. اه عايز اكل ايس كريم. استنى هاجي معاك. لا انا مش قادره بجد تعبانه جدا. بقول لك يا عمرو، انا لسه سامع ان في طلعت ايس كريم. خد الجنيه ده هات لي علبه ايس كريم. يا ابني تملي كده، فضحنا وجايب لنا الكلام. هجيب لك انا الايس كريم خلاص. لا لا انا اللي عازماكوا. اصل بجد انا فرحانه قوي وطايره من الفرح. بجد؟ انت اللي هتعزمني؟ طب انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه يا ابني؟ ما تكسفناش، هجيب لك انا الايس كريم اللي انت عايزه. لا انا مش عايز ايس كريم، سقف المطالب عالي. انا عايز سندوتش بولدوج. بولدوج ايه؟ انت عارف يعني ايه اصلا بولدوج؟ ما تغيرش الموضوع، انا عايزها بسندوتش بولدوج. حاضر حاضر انا هجيب لك. طب استنوا هطلع اغير هدومي انا ومنى وننزل نيجي معاكم. ماشي؟ ماشي. يلا. عارفه لما كنتيش معايا والله العظيم هزعل مني. ممكن اغير رايي. هتديني ايه؟ مال حلال ده؟ يا سلام يا سلام على الروقان. ايوه يا ستي. اعمل ايه بقى؟ بحب اسمع مزيكا وهنا ممنوع. بسمع مع نفسي. احنا بصراحه بقينا مستغربين المكان هنا وبندور على مكان تاني بس مش لاقيين. ايه ده؟ هي اللي اسمها شيرين ضايقتكم انتوا كمان؟ ده حتى سماح بتدور على مكان تمشي النهارده قبل بكره. هي لسه شيرين بتضايق سماح؟ ده يا ريت على كده وبس. دي ربت لها الخفيف، بقت تصحى تصرخ وتشوف حاجات بالليل. بقول لك ايه، حالتها بقت صعبه قوي. شفتي؟ عشان انا بقول لك ان انا بسمع اصوات وبشوف حاجات انت ما بتصدقينيش. يا ستي يمكن من الكليه اللي هي بتدرسها، اعصابها تعبانه. طلبتوا ايس كريم؟ ايوه. وصل اوضتكم. ميرسي. عفوا. ازيكم يا بنات؟ ازيك يا سماح؟ على فكره انا ومنى كمان بنسمع نفس الاصوات اللي انت بتسمعيها. امبارح سمعنا صريخ ونزلنا عشان نشوف جاي منين، طلعت لنا نسمع مش هبدي. قعدت تزعق فينا وتقول اطلع فوق، طلعت لنا نجري على السلم وما عرفناش الصوت ده جاي منين. انا بقى اترعبت امبارح بالليل، دي اللمبه كانت هتتحرق وتولع فيا. دي نيلي قامت مخدوده عليا. يا نهار اسود، يعني كده حد تاني اللي كان بيصوت مش انت؟ انا فعلا زهقت من المكان ده ولازم امشي.
الو فلة اتخطبت؟ يا ما انت كريم يا رب. والله ده انا حاسس ان ربنا هيكرمني بعد ما بعدت عني. يا اجمل خبر في حياتي. اقفل. فلة اتخطبت؟ ايوه يا مارو. وانت فرحان؟ في قمه سعادتي. انت ابني ما عندكش دم يا ابني، انت اللي مغيب. بكره كده تبقى نجم، تعرف نيللي كريم، منى شلبي، وساعتها تندم انك عرفت في يوم من الايام فله وورده. الو مين معايا؟ يا فندم انا. بجد؟ طيب بكره هنكون عند حضرتك. في ايه؟ والله والحظ ولعب على بابنا يا مارو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ مش انا قلت لك فله دي لما تبعد النحس كله هيتفك؟ المخرج كلمني وعايزنا بكره عشان نمضي المسلسل. اتكلم بجد؟ والله العظيم بتكلم بجد. والله وحلوت ايامنا يا مارو. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. والله وحلوت احلوت. احلوت احلوت. انتوا بتغنوا ليه؟ ها؟ انتوا فرحانين ليه؟ هو في ايه؟ ها؟ ايه؟ ما تجيب حد يا سيدة. اهي اهي واهي كمان اهي. في ايه بقى؟ في ايه؟ حصل لها كده ازاي؟ البنت دي بتقول في حد اتدخل الدلق على وشها بطاس. لا لا يا جماعه، انا كنت نايمه جنبها على السرير، ما حسيتش ان في حد غريب دخل الاوضه. يا بنات، ما فيش غريب يقدر يخش الغرف بتاعتكم، في ايه؟ ولا حتى يعدي باب الفيلا. اهم حاجه يا بنات ما حدش يقرب منها خالص، لانه ده فيروس منتشر، ممكن جدا تتعدوا. انا خايفه عليكم. بعدين مش هي دكتورة وشاطرة؟ تعالج نفسها. الإسعاف وصلت برد. ما تخافيش يا سماح، إن شاء الله هتقومي بالسلامة. ما تخافيش. هو في حول الله يا رب. يا ساتر يا رب. إيه ده؟ أعوذ بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا ساتر يا رب. حول الله يا رب. يا إله إلا الله. إيه ده؟ هو في ايه؟ ازاي ده حصل؟ هي اتحرقت ازاي؟ اكيد كتل شاي. كتل شاي ايه بس اللي يعمل فيها كده؟ لا انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا كنت نايمه وصحيت على صريخها، ولما صحيت لقيت شيرين بتقول ان هي جالها فيروس عشان هي كرة الطب، بس هي نفسها بتقول لا ان شيرين دلقت على وشها بطاس. وانا بصراحه مش عارفه اعمل ايه، انا خايفه قوي ومش عارفه اتصرف. معقول شيرين تعمل كده؟ أنسة شيرين؟ لا يمكن تعمل حاجه زي كده. لا طبعا، لا اكيد فيروس، وبعدين دي لسه طالبه يعني، فاكيد ما خدتش بالها كويس. المهم ربنا يستر عليها ويستر على باقي زمايلها اللي هنا في الدار. يستر علينا احنا، انا ابتديت اتهرش. لا احنا لازم نروح نطعم.
هتطعمي؟ حر، تعالى بقى بينا نروح للطعام عشان انا ابتديت اتهرش. رد عليها مروان. لا صاحبك مش عايز يطعم، هو حر. تعالى بينا احنا بقى نروح للطعام. احنا سيبك منه. ايوه سيبك منه، يلا سيب. هما كلهم مشوا وسابوني ليه؟ وانا هطعم لوحدي ولا ايه؟ ايه اخرة اللي بتعمليه ده؟ متمرة اقولك ابعدي عن بنات الدار، انت كده هتفتحي العيون حوالينا. انا بكلمك. ايه يا روحي؟ في ايه؟ ده هو انت هتستهبلي؟ كفاية اللي بتعمليه ده؟ انت فاهمة؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ اللي انا بعمله ده هو اللي انت نفسك تعمليه من زمان ومش عارفة، واللي انا بعمله ده هو اللي بدأ موسى بيه قبل ما يموت، ولا انا غلطانة؟ يا بنتي انا خايفة عليكي، بدل ما نبقى ضد بعض نبقى مع بعض. صدقيني انا خايفة عليكي. لا ما تخافيش علي، انا بعرف اعمل كل حاجه لوحدي ومش محتاجه مساعده من حد. يبقى الشيطان اللي جواكي ده انا هعرف اخرجه كويس، لاني انا فريده ممتاز. ايوه كده، الوش الطيب وبحبك وخايفه عليكي كانش لايق خالص. الوش ده بيرفكت. وحشني قوي القلم ده. ما تقلقيش يا حلوه، من هنا ورايح هتشوف الوش التاني. ايوه بقى، ايوه بقى، خلي الحياه تحلو وترجع تاني عشان انا بحب التحدي. وانا قبلت لان انا فريده ممتاز. ايه ده؟ مين اللي جاي لنا ده؟ امور يا باشا. مقدم حسين همام رئيس المباحث، عايز اقابل صاحبة الدار. هو انتوا جايين عشان الدكتورة سماح اللي اتحرقت؟ سماح مين اللي اتحرقت؟ لا يا فندم، لا ما فيش حاجة، ده هي بس اكمنها يعني شغالة في كلية الطب، فجالها فيروس من المشرحة اللي هي شغالة فيها، انما هي ما رجعتش لسه من المستشفى عشان نعرف ايه اللي حصل لها بالظبط. هو مين المسؤول اللي هنا؟ سعيد مسعود أبو السعد، رئيس المنطقة الأمنية هنا. رئيس المنطقة؟ طب تعالى وريني صاحبة الدار فين. اتفضل يا فندم. يلا اتفضل. الباشا عايزك. فندم المقدم حسين همام رئيس المباحث. اهلا وسهلا. جاي مع الاستاذ رأفت سليمان والد سحر الطالبه في كليه اثار. سحر بقى لها يومين تليفونها مقفول، ولما جه سال عليها هنا قالوا انه هيثبت المكان وسافرت. طب سافرت ازاي وهي لسه راجعه من اجازتها ما كملتش اسبوع؟ وبعدين لما سالنا عليها في الجامعه زمايلها قالوا انها ما بتجيش. انا ايه دخلي بالموضوع ده خالص؟ انتوا كدابين، كلكم كدابين. انتوا اكيد عملتوا حاجه ببنتي. انت قصدك ايه؟ انا عايز اعرف بنتي راحت فين، وخصوصا ان هي كانت دايما بتشتكي لامها من بنتك وانها كانت بتضايقها واخر مره هددتها. انت قصدك ايه بالكلام ده؟ مساء الخير. خير حضراتكم مين؟ انت اللي مين؟ انا شيرين، شيرين موسى دليل، صاحبه الدار. هو انت بنتي فين؟ مين ده؟ الأستاذ رأفت والد سحر
بيقول ان سحر اخر مره كلمت والدتها اشتكت منك، وبتقول انك بتتخانقي معاها وتوعدتيها وبعد كده اختفت، ولما جه سال عليها هنا قالوا انها سابت البيت وسافرت البلد. انا ما اتخانقتش معاها خالص، انا بس شديت معاها شويه، وبصراحه هي سلوكها ما كانش كويس، واخر مره دي تحديدا انا حذرتها مش هددتها، حذرتها لانه كان في شباب بيوصلوها لغايه الدار، ودي دار محترمه وفي بنات ناس هنا، لازم نحافظ على سمعه المكان. انا بنتي استحاله تعمل كده. طيب انا ما كنتش حابه اني اقول الكلام ده قدام حضرتك ومراعيه مشاعرك، لكن للاسف انا مضطره اقول لك انه سحر هربت مع الشاب اللي كان بيوصلها كل يوم وش الفجر، واحنا متاكدين من الكلام ده، وانا اضطريت مره ان انا اقفل باب الدار واخليها تبات بره. انت كدابه، بنتي متربيه كويس، استحاله تعمل الكلام اللي انت بتقولي عليه ده. هي فعلا متربيه كويس قوي، وانا مستوعبه انفعال حضرتك، لكن انا هثبت لك كلامي. سعيد لو سمحت روح عند ام شهاب. تحت امرك. طب طالما هي سلوكها كده ما اتصلتيش باهلها ليه وبلغتيهم؟ لا انا ما اقدرش اتصل باهلها لانه دي مش دار لتعديل السلوك للطالبات، دي دار سكن، لما بنلاقي طالبه سلوكها مش كويس بنطلب منها ان هي تمشي. وما طلبتيش منها ليه انها تمشي؟ طلبت منها والله، طلبت منها انها تمشي، بس هي ما رضيتش وتعاملت معايا بشكل مش كويس، حتى اسال مدام فريده. فريده دي والدتك صح؟ أم شهاب هي اللي مسؤولة عن البنات هنا في الدار، كلهم بيحبوها وبيثقوا فيها، بيعتبروها زي مامتهم. أم شهاب. أم شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوة سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عجبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنك عملت ببنتي حاجة، أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟ روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة إن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك مطلق مامتها بقالك فترة، و بقالك تقريبا سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لمشهاب ومشهاب حكت لي، مشهاب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجة غريبة بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامعه كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سامح طالبه في كليه الطب تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي، مسكينه. مرض جلدي يحرقها؟ يعني أظن كده، أنا مش دكتورة بس حضرتك ممكن تسألهم في المستشفى. إيه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانة للحمامات. عايز أشوفهم. أوي أوي يا فندم، حضرتك تنور، اتفضل. أم شهاب. أم شهاب. نعم يا نسرين. يا ريت تحكي للباشا سحر كانت بترجع متأخر قد إيه، وكان في شباب بيوصلوها ولا لأ؟ أيوة سحر كانت بتيجي متأخر، كل ليلة كان شاب جديد بيوصلها، ولما عجبتها الأنسة شيرين كانت بترد عليها بطريقة مش كويسة. أنا متأكد إنك عملت ببنتي حاجة، أنا بتهمهم يا حد الظابط إن هم اللي خطفوا بنتي. هنخطف بنتك ليه؟
روح دور عليها. أنا عارف بنتي كويس. طبعاً أنا متأكدة أن حضرتك عارف بنتك كويس، بس سامحني حضرتك، مطلق مامتها بقالك فترة وبقالك تقريباً سنة ما بتشوفهاش ومتعرفش حاجة عنها. وانت عرفت ازاي؟ هي حكت لمشهاب ومشهاب حكت لي. مشهاب وانا قريبين جدا زي الاخوات بالظبط. البيت ده فيه حاجه غريبه بتحصل، بدليل البنت اللي اتحرقت امبارح. هي اتحرقت ازاي؟ وانت مالك؟ هي كانت بنتك هي كمان؟ لا مش بنته، بس انا عايز اعرف ايه اللي حصل لها. هي ما اتحرقتش وسامعها كويسه. كويسه ازاي؟ ما انتوا ولعتوا فيها. سماح طالبه في كليه الطب، تقريبا جالها فيروس لمرض جلدي. مسكينه. مرض جلدي يحرقها؟ يعني اظن كده. انا مش دكتوره، بس حضرتك ممكن تسالهم في المستشفى. ايه الصوت ده؟ في عمال شغالين فوق عندنا بيعملوا صيانه للحمامات. عايز اشوفهم. قوي قوي يا فندم، حضرتك تنور. اتفضل. طبق طرجو نبع مكرم. حاضر، حط زيت وملح. كتر الزيت يا دي عبد الله. امسك يا سيدي. تسلم ايدك. عينيا. زود الزيت يا دي. ادي الجبنه دي للزبون. اجل اللي هو عم كرم، البنت صابرين ما عدتش عليك النهارده ولا ايه؟ ما عدتش ولا شفتها ولا شميت ريحتها. امال هتقضى من ايه؟ تقضى يعني ايه؟ انا مالي؟ هو انا مدير اعمالها؟ وانت بني ادم انت؟ مش هتدفع ثمن اللي انت طفحته؟ ادفع ايه؟ ده انت بياخد فلوس منك اصلا، اكل طعم وحش. ايوه ياخد فلوس منك، امال ايه طعم وحش اهو، دقت انا. ده طعم وحش الاكل ده؟ طب بتاكل على الله من هنا. طب بقول لك ايه؟ هات اي حاجه من عندك. نفس الحاجه من عندك. ازاي يعني؟ هقول لك حالا. خد وهات. هات ما دام في فلوس هات. خد. خد. ايه ده؟ إيه؟ الفول ده محروق. ايوه الفول ده محروق. ايه ايه خبيها للحكومه تحبسنا، امشي اتكل على الله. محروق ايه؟ هو انا بديكم من قعر القفه؟ من قعر القدره؟ انا هفضل ادور على بنتي، ولو عرفت انك ورا اختفائها مش هرحمك. عيب بجد عيب. انا متحمله حضرتك من بدري علشان مراعاه لحالتك النفسيه. مش هرحمك. ايه لما تبقى تلاقيها؟ لما الاقيها. قصدك ايه يا فندم؟ انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طفشت مع الراجل اللي كان بيجي معاها. اخرتي، انا بنتي اشرف منك. يمكن لو كنت وفرت طاقتك دي انك تهتم بيها وتحتويها ما كناش بقينا في الموقف ده. لو جبت سيري بنتي تاني على لسانك انا هقتلك. خلاص خلاص يا استاذ رافض، انا ههتم بالموضوع ده بنفسي. يلا بينا. فق عليها قوي. انت مختفيه فين اليومين دول؟ سيبوني في حالي كفايه اخر مره. سيبك ازاي يا صابرين؟ انت اختنا، معقول نسيب اختنا برضه؟ هو ممكن مش ام واحده، بس الشارع هو اللي جمعنا وخلانا ناكل على رصيف واحد. صابرين قولي لي بقى، فين نوجا وليلى؟ لا والله ما اعرفش عنهم حاجه. يعني حتى اخواتك اللي كانوا معاكي في المؤسسه مش عارف عنهم اي حاجه؟ هو انتوا عايزين مني انتوا الجوز بقى؟ عاوزينك في مصلحه تغير حياتنا كلها. لا بقول لك انت وهو، انا مش هشتغل معاكوا تاني، فاهمين؟ صابرين استهدي بالله كده احسن لك. ايوه مش عايزين نسمع الناس بينا. يا علاء تلاقيها قلقانه، بس هي بتاعتنا والله. لا بقول لكم ايه، انتوا عارفين ان الشغل ده ما ياكلش معايا، انا اصلا ما بخافش. بس هتخاف المره دي، في عمليه معايا ولازم تكون انت موجوده فيها، وانت لازم انت تعمليها، وزقها هيفهمك على كل حاجه. انا رايح اجيب سجاير وارجع لكم. سلام. سلام. بصي بقى، أنا هفهمك الحوار من طقطق لسلام عليكم.
ايه ده؟ انتوا هتسافروا؟ هنروح اجازه بس يومين كده ونيجي على طول. خلي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه من المنصوره بلغيني. وعموما يا ستي مش هنساكي في اكله البط والمحشي، امي بقى احسن واحده تعمل. بقول لك ايه؟ احنا هنروح نعدي على سماح في القصر العالي نطمن عليها قبل ما نسافر. طيب انا هاجي معاكم. صراحه احسن، يعني رد فعلك اللي عملتيه اول ما شفتيها وهي محروقه كان غريب جدا، المفروض ان انتوا صحاب يعني. مش عارفه اقول لكم ايه، والله انا بحبها جدا، بس يعني انا ساعات بتعامل بطريقه عكس طبيعتي. يعني انا لما شيرين قالت انها جالها فيروس بجد انا خفت اتعدي منها، بس لما قعدت افكر كده وهديت قلت لا، سماح مستحيل اصلا تعمل كده. مش عارفه اوصف لكم الموضوع ازاي، يعني انا كنت عايزه احضنها بس متردده ومش عارفه ليه. يا نيلي انت انسانه طيبه وجميله والكل هنا بيحبك، وعادي يعني كلنا عندنا نفس العيب ده، ساعات ما بنبقاش عارفين نتصرف بعض المواقف. المهم ان انت تروحي لها وتوريها ان انت واقفه جنبها. بس على فكره بقى انا اتاكدت انه فيروس، انتوا ما شفتوش شكلها بقى عامل ازاي؟ لا ده انا الدكتور اكد لي فعلا ان هي ماده كاويه، وستر ربنا يعني انها ما دخلتش في عينيها. عامه انا كلمتها وقالت لي ان باباها هيجي ياخدها بكره الصبح. طب يلا بقى عشان احمد هيستناكي تحت كتير. احمد؟ ده احمد مين بقى ده ان شاء الله؟ لا ابدا، ده معيد عندنا في الكليه ومسافر معانا عادي. مسافر معانا كمان؟ لا ده الموضوع شكله كبير قوي. لا ده انت تحكي لي كل حاجه. Thank you.
تمسكي ايديها وتطبطبي عليها كده، ما يمكن الفيروس اللي جالها ده معد. هي طلع عندها فيروس؟ بيقولوا كده. ايوه جالها فيروس ومش عارفين ليه علاج لحد دلوقتي، والاستاذه عماله تطبطب عليها. يا شيخ حرام عليك تقلقي، انت مش عارفك ان هي عندها فيروس، بتقولي كده بس وخلاص. بصي يا طيبة قلبك دي حاجه كويسه وانت عارفه ان انا بحبها، بس برضه لازم تخلي بالك على نفسك شويه. حاضر. يا اخي اما انت ما عندكش دم صحيح. حط قدامك طبقين فول وتطلب من لوحدك، طب اديني حته طبعا المفول يجي. عض قلبي ولا تعض رغيفي، خليك في حالك. يا عم كرم هات الفول يلا خلينا ناكل. حاضر حاضر حاضر. احلى طبقين فول بالهنا والشفا. تسلم يا عم كرم يا جميل. امسك يا عم كرم. ايه؟ هات لنا بيض بدل اللي خلص ده. من عينيا الاثنين. بقول لك ايه؟ وانت ليك في موضوع العفريت ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عفريت الا بني ادم. بس بصراحه بصراحه يعني انا شفت عفريت وانا صغير. عفريت؟ اه، وام الله يرحمها كانت دايما تضربني وتقول لي امشي يا عفريت امشي يا عفريت. بس يا عم كرم ماشي. يلا بس عليه شويه تقول ايه؟ عسل. كل يا طفص. بقول لك ايه صحيح؟ انت كنت تعرف ان اسمها صحر دي كويسه؟ طبعا صحر اللي ابوها بيجي يسال عليها هو بالظبط. بشوفها. قول لي بقى، هي فعلا كانت بتروح وتيجي مع شباب وعربيات تجيبها وعربيات توديها وكده؟ ليه؟ ولا منظر؟ في ايه؟ شايفني سوسن؟ يا عم هو ايش عرفه هو؟ اكيد لو حد كان بيجيبها ويوديها اكيد كان بيستناها بره الفيلا يعني، اكيد مش هندخله جوه معاه الفيلا. فيلا ايه؟ هو انت بتسال مين؟ هو انت فاكره ظابط؟ يا بويك ايه؟ ملعب كتفات دي ايه؟ منظر؟ اه منظر. كرم! اسم المعلم كرم، نعم. ثلاثة فول هنا. ثلاثة فول لمين؟ ما انتوا مش هتاكلوا. أمال مين اللي هياكل الثلاثة فول؟ أنا. هلاقي دي حتة مني، ماليش غيرها في الدنيا كلها. ما تقلقيش خالص، هنقف عينيا. طيب المرة الجاية بقى ممكن أجيب بابا وماما؟ وماله يا حبيبي، ينوروا يا بيت، اهلا وسهلا. نورت المحل يا ست الكل. شكرا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، نورتينا. هات هات حق ايدك، السلام عليك. هات هات ايدك. على مين؟ ايوه سلمي بقى. على مالك؟ على مالك؟ على مين؟ على مين؟ كاتين. على مالك؟ على مالك؟ بالراحة يا ابني. على مين؟ بالراحة. على مين؟ اقعدي بالاستريح. ألف ألف سلام عليك ست الكل. النبي يا ابني روح هات لي كركديه من القهوة اللي بره. عيني. اجري يا ابني هات لي حاجة بسرعة. حاضر يا معلم. معلش. ألف ألف سلام عليك، ألف ألف سلام عليك ست الكل. معلش يا أخويا. أصل أنا تعبان. شكلي نسيت دواء الضغط. آخد الدواء النهاردة. اتفضلي اتفضلي.
شكرا يا ابو حميد. ولا طم. الله يصلح حالك. تعبانة خالص. تعبانة. أمي أجيب لك حاجة؟ لا لا يا ابني أنا معلش أنا هقوم وهجيلكوا وقت تاني. أنا تعبانة يا لغيت مش قادرة. أيوة سندوني والنبي. بس ندعم. يا ولد يا صف والله يا حبيبتي. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. الله يخليك الله يخليك. مامي مامي لا اله الا الله ربنا يشفي كل مريض. البيت ده مش طبيعي. البيت ده فيه حاجه غريبه. البيت اللي مش طبيعي وبيت اللي غريب. انت مكبر الموضوع ليه يا مروان؟ اسمع من اخوك عمرو. فاكر اليوم اللي اتحرقت فيه سماح؟ فاكر اليوم ده انا كنت واقف فيه في الجنينه سمعت صوت قطط بتناوله. ابص يمين وشمال ما لقيش اي قطط. اسمع صوت ولكن ما شوفش قطط. شويه وبصيت لقيت حد بينده عليا. اقول نعم محدش بيرد. ابص الاقي واحده بتعيط. شويه الاقيها اختفت. يا عم انت اتلبست بقى ولا ايه بقى يا عم انت؟ لمين دي البت اللي اختفت دي؟ يا مروان يا حبيبي ما هو طول ما انت حاطط صوره ورده هانم على تليفونك مش هتحلم غير بكوابيس وهتشوف عفاريت وقطط بتناونه. انا مش فاهم ايه سر تمسكك بالصوره دي على تليفونك. هتطلع لك يعني؟ ايوه يا عم الجو بتاعك ماشيه معاك حلاوه. سعيد اسكت. هو انت دايما تسد نفسي كده؟ صابرين كنت فين؟ وحشتوني يا بنات. كنا بندور عليك. شكلك كده عامله مصيبه. مصيبتين. وبعدين معاك انا مش قلتلك ابعد عن بنات المكان. سحر دي كانت تستاهل اللي جرى لها. كانت طالعه فيها شايفه نفسها وفاكره نفسها زي حواس. دي كانت بتدور على تاريخ الفيلا. وانت عرفت منين؟ يعني ايه عرفت منين؟ هو ده سؤال؟ وهي هجيب تاريخ الفيلا منين؟ انت من ساعة ما عرفت ان هي في كلية الآثار وانت مش على بعضك. ابعد عن البنات هنا وخلينا ايد واحدة وانا هقول لك تعملي ايه. قلتلك مليون مرة لا. انا ما بسمعش كلام حد. انسي الموضوع ده خالص. انا عارفة كويس انا بعمل ايه وبعرف اتصرف لوحدي. انا هاكل. تاكلي بيتزا؟ ها؟ افتر ناين بيتزا؟ يا Yeah, yeah, that's me. I want medium stuffed crust, extra cheese, extra mushroom, extra onion, extra care. دي فلة. ونرد عليها شوف عايز ايه. نعم. عاوز ايه وانجزي عشان مش فاضي وعندي تصوير. وبعدين هو انت مش خاطر تكلميني تاني ليه؟ ايه؟ يا ألف بركة يا ألف بركة عليك يا أختي أنت وهي. ده النهاردة عيد. بقول لك إيه يا بنت أنت اقفلي وما تكلمنيش تاني تمام؟ في إيه؟ مفيش يا سيدي. فلة بتقول لي إن وردة خطبت هي كمان وبتقول لك ما تكلمهاش عشان خطيبها ما يعملش معاها مشكلة. في يا مروان زعلان ليه؟ دي حتى سيرتها كانت بتطفش العصافير من الفيلا. وبعدين هي شافت مستقبلها. شوف مستقبلك انت كمان. معلش يا صاحبي هي البنات كده دلوقتي ياخدونا لحم ويرمونا عضم. والحب اللي كان بيننا حب ايه يا مروان؟ انت بتصدق الكلام ده؟ كل واحده دلوقتي بتدور على مصلحتها وبس. شوف مستقبلك يا مروان. حب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ حب ده كان زمان ايام سعاد حسني. شت
يا عم انت قارف ملحتي كده ليه؟ اكيد ابوها غصب عليها. ابو مين اللي غصبها؟ ابو فلة ولا ابو وردة؟ يا مروان ده ابوها ما بيعرفش يحكم عليها اصلا. شوف مستقبلك يا مروان. امال ايه يعني اللي حصل؟ كانت لسه بتكلمني امبارح. اديك قلت كانت بتكلمك امبارح والنهارده اتخطبت، تلاقيها بس ما كانتش مالية ايديها من العريس. شوف مستقبلك يا مروان. هبني دول ستات قادرة. يعني كل اللي بينا ده كان وهم. معلش يا صاحبي، بكرة ان شاء الله هتبقى نجم كبير وهي اللي هتندم عليك. يا أستاذ رافت، والله يا أستاذ رافت زي ما قلت لحضرتك، بنتك عمرها ما كانت تعرف شباب ولا كل الكلام اللي قالته شيرين ده، يعني كل ده كدب في كدب. دي إنسانة مريضة حقيقي مش طبيعية. طب أقول لحضرتك على حاجة، عارف سماح دي زميلتي معايا في كلية الطب، دي جالها مرض جلدي بسبب حقد وحسد شيرين عليها. أنا مرة فعلا سمعتها وهي بتتخانق مع سحر، بس الصراحة يعني سحر ما كانتش بتسكت لها خالص، ما كانتش بتفوت لها كلمة. أنا عارف يا بنتي، بنتي كان بتحكي لأمها على كل حاجة، لكن المشكلة إن الضابط مصدق كلام شيرين، فاكر إن بنتي هربت مع واحد بتحبه وبتدور عليه. لا 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 والله يا عمو، عمر ما الكلام ده ممكن يحصل، بنت حضرتك طيبة وجدعة وعمرها ما تعمل كده. وأنا برضو يا عمو معاك في أي حاجة، أنا تحت أمر. بص يا نيلي يا بنتي، احنا مش هينفع نتكلم في التليفون، انا ممكن اجيلك الجامعة واقولك هتساعديني ازاي. خلاص ماشي. فظيع، عايزه فنجان قهوه دبل جيبه لي على المكتب ضروري. غريبه، انت دايما بتعملي قهوتك بنفسك، عاوزاني اعملها لك المره دي ليه؟ حبكت بقى،
عايزه اشرب فنجان قهوه من ايدك جوه المكتب، في مشكله؟ حاضر حاضر يا مدام فريده. طالما عايزين اعمل لك قهوتك بايديا يبقى دماغك شغاله في مصيبه وعايزاني فيها. ربنا يستر. زود الماء من عندك يا عمرو شويه، الماء ضعيفه جدا. صباح الخير. صباح الخير يا هان. اقفل يا عمرو الماء من عندك. صباح الفل يا هان. انا حضرت كل حاجه قلت عليه. الصنبار حطيته في المكتب زي ما حضرتك امرتي بالظبط. تمام، بس انا عايزه ورقه من الصباره دي كمان. انا هجيبها لسعادتك. لا 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 لا، هتتعوري. هي الضفدعة دي جت منين؟ تلاقيه جه من الشارع. شارع ازاي؟ عمر الضفدعة ما بتبقى في الشارع، الضفدعة يا اما بتبقى في الترعة يا اما بتبقى في الغطران. لكن هي جت منين؟ ايه ده؟ هي راحت فين؟ انت بتسأل اسئلة كتير. عم ريحان جاي امتى؟ أبويا من ساعة ما سافر وهو تعبان شوية. ألف سلامة عليه. يبقى خلي بالك من الزرع اللي هناك ده، محتاج يتسقي. ويدور على ايه؟ هو انت بتدور على ايه؟ ها؟ بدور على ضفدعة. ضفدعة هنا؟ ايوه، انا شفت بعينيا الاتنين دول ضفدعة هنا. معرفش راحت فين. نطت في وش شيرين وبعد كده اختفت. نطت في وش شيرين بعدين اختفت؟ ايوه، دي مسكتها بايديها وكانت هتبصها من خدها كمان. بتلاقيها طبعا خربت الدنيا. خربت الدنيا ايدي ولا كان حصل لها اي حاجه. بنات مصر يا عم مارو جامدين. لا شايفين بنت اللي اسمها شيرين دي فيها حاجه مش طبيعيه. فعلا فيها حاجه مش طبيعيه. حبيبتي هتوحشيني انت كمان حبيبتي قلبي. بقول لك ايه يا احمد، خلي بالك منها، انا مطمنه عليها عشان انت معاها. ما تقلقيش، في عينيا يا ست الكل. الله يخليك ويسلم عليك يا حبيبتي. ما تخافيش، مش عايزاك تعيطي، انا اول ما اوصل هكلمك واطمنك عليا. دي ربي يخليك يا حبيبتي. ولو احتجت اي حاجه كلميني، المشوار ساعه ونص، ساعه ونص وهتلاقيني عندك على طول. ربنا يسترها معاك ويكرمك، ربنا يخليك يا احمد. واعملي حسابك المره الجايه هتيجي عشان تشوفي الشقه بقى وتقولي لي رايك ايه. يا اخويا بلبي عجباها خلاص. لا تعجبك انت قبل ما تعجبها. بصراحه يعني انا بفكر اخد شقه مفروشه كده تقعدوا فيها انتوا الاثنين لحد ما اظبط شويه حاجات في الشقه وبعدين ننقل على طول. يا سلام، ده ايه بقى القرارات المفاجاه دي؟ مش يمكن ما تعجبنيش ولا حاجه؟ لا ما عندناش بنات تقول رايها، اسالي ماما. يا سلام، شفتي شفتي. على اي الحالات يا حبيبي، هي طالما عجبتها يبقى خلاص. وبعدين ما تكلفش نفسك حاجه، انت لازم توفر كل قرش للشقه. انا عامل حسابي على كل حاجه، جهزي نفسك المره الجايه هتيجي معانا والكلام ما فيهوش كلام. انا بس عايزه اسالك سؤال صغنطوط قد كده. اتفضلي. هو في حد فالتكم يعني عنده عرق صعيدي وانا ما اعرفش؟ انا.
ازيك يا مروان؟ اهلا يا صباح الفل. ازيك يا استاذه نيلي؟ ايه استاذه دي بس، انا مش كبيره قوي كده. هو انت طالع تجيب حاجه من بره؟ انا كنت خارج سوبر ماركت اجيب شويه حاجات كده وراجع على طول. لو انت محتاجه اي حاجه قولي لي واجيبها لك. انا كنت بس عايزاك ثواني. ماشي اتفضل. ايه انت فين؟ انت عند السوبر ماركت اللي قدام الدار؟ طيب خلاص ماشي انا جايه. اصل انا عندي امتحان مهم بكره وصاحبتي جايبه لي كتب مهمه يعني عشان الامتحان، وهي كمان عند السوبر ماركت، فانا ممكن اجي معاك. طبعا طبعا اتفضلي. اوكي. انت بقى بتدرسي ايه؟ انا بدرس صيدله. والله روح بعد كده بقى نقول لك يا دكتوره، نقول لك يا استاذه. ان شاء الله. وفي سنه كام بقى؟ انا في سنه رابعه. انا حاسه ان انا مبسوطه قوي. انا السعاده اللي انا حاسه بيها مش عارفه اوصفها لك ازاي. قلبي طاير من الفرحه. انت اكتر فرحه انا كنت مستنيها في حياتي. الحمد لله ربنا رزقني بيها. ربنا يخليك لي. ويخليك لي يا حبيبي. ما اقدرش اعمل كده بدون فريده. اسمعي كلام وما تخافيش من شيرين. الله، ده انا برضو فريده ممتاز ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش حاجه وبعمل كل اللي بتطلبوه مني، بس لحد شيرين ولا للدرجه دي انت خايفه منها؟ ايوه بخاف منها ومنك ومن كل حاجه في الدنيا دي. حتى خليتوني بدات اخاف من خيالي. خليكي في صفي، وانت عمرك ما هتخافي من حد لحد ما نلاقي اللي احنا عايزينه. ساعتها انا هقدر على شيرين. طالما تقدري عليها ما تدخلينيش وسطيكم. خليني اعرف اعيش اليومين اللي فاضلين لي بعيد عن اذى شيرين. ونصيحه ليكي، فكري الف مره قبل ما تدخلي في مشكله معاها. شيرين مش سهله وغضبها وحش. للدرجه دي نسيتي حق ابنك ومراته وعياله؟ بلاش تدخلي لي مسكه حق ابني ومراته وعياله. انا اسفه مش هقدر اكون في صف حد على حد. يا خساره، انا كنت عايزه احط ايدي في ايدك على الاقل عشان ناخد حق الميتين ونريحهم في قبورهم. لا الميت مرتاح ولا العايش مرتاح، كله محصل بعضه. عن اذنك يا مدام فريده. جبانه غبية. لا 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 لا، مش قادر اصدق اللي حصل ده. ولا انا والله. موتني ده. انا كمان. انت اتبسطتي؟ انا انبسطت قوي. اهم حاجه ان انت تفضلي مبسوطه كده على طول. مساء الفل. مساء الخير. ايه ده، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. امال فين هناء؟ اصل انا بابا كان مسافر فرجعت معاه. هناء احمد هيوصلها، خلاص اتخطبوا. فعلا؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك. لا 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 استني، تعالي هنا، أنا لازم أعرف اللي حصل بالتفصيل. ماشي. طيب ادخلي أنت دلوقتي ولو احتجتي أي حاجة بيكلميني. ماشي أوكي، هبقى أكلمك. أوكي. باي باي. باي. يلا. الله، هو في ايه يا دكتوره؟ ما تفهمين. هقول لك، سحر اللي كانت ساكنه معانا في الاوضه اللي جنبنا باباها بيدور عليها، وانا بصراحه يعني قررت ان انا اساعده، فمروان هيجي بكره ونقابله. طب وانت مالك؟ بصي انا مش عايزه اكون سلبيه، يعني انا فعلا عايزه يكون ليا موقف، وبعدين يعني انا حكيت لمروان وهو اهتم جدا بالموضوع وقرر ان هو يساعدنا. الله 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 الله، هو ايه حكايه مروان معاكي بالظبط؟ يعني هو عسل كده، دمه خفيف، بحت معاه في الكلام. واضح كده يعني ان في حاجات كتير حصلت واحنا مش موجودين. ابدا يا ظريفه، هو بس كده يعني استلطف مش اكتر. Thank you.
واضح انه استلطاف. طيب انا هقوم بقى دلوقتي وبأرجع اشوف موضوع الاستلطاف ده بعدين. سعيد يا حبيبي، انا عايزك في خدمة، بس اللي هقوله لك ده سر. انا عايزك تشوف لي واحده كده هوت كويسه تشتغل معايا، تقدر؟ هو انت هتمشي ام شهاب ولا ايه؟ انا قلت همشي حد، انا عايزه واحده تشتغل معايا، انا تبقى عين ليا انا. امال انا رحت فين؟ ده انا عينك وايدك ورجلك وقلبك يا خالتي. يا قلبي يا روح خالتك، ما تنفعش يا حبيبي، انا عايزه واحده تبقى عينها على بنات الدار. ده انا كل يوم عيني على بنات الضغط، وانا بعمل حاجه غير كده؟ ما دي مصبتك يا رب. الضغط الضغط ايه دي بس؟ واديني فرصتي، ده انا رئيس الامن ده هنا كده. طيب يا رئيس الامن، انا هطلب منك حاجه ثانيه، بس بقى لو جدع اعملها صح. انت طبعا عارف شيري، انا عايزاك بقى ايه تراقب شيري، تمشي وراها تشوفها بتعمل ايه، بتكلم مين، بتنزل الجنينة تعمل فيها ايه، ولو تعرف تصورها صورها. اصورها؟ ده انا حلم عمري ان انا اصورها من زمان. مش فاهمة. ده انا هصورها لك شوية صور، هصورها لك بقى وهي في الحمام بقى بتاخد شاور بقى كده. يخرب بيت شيطانك، هي حصلت لي كده؟ بلاش كده، هصورها لك بقى في اوضه النوم وهي نايمه على السرير بقى. اوضه نوم ايه؟ امشي يا امشي يا امشي، غور من وشي. خلاص خلاص، اديني بس فرصتي ومش هتندمي. والله انا عارفه ان انا هندم. شيرين ها يا ليل. مارو يا مارو، يلا انا جبت الاكل اهو عشان ناكل لحسن انا ميت من الجوع. يا عمر ماليش نفس كل انت. مالكش نفس؟ اوعى تكون بتكتب لوردة. وردة مين يا ابني؟ ما بتكلم مين؟ ليكش فيه. ليكش فيه؟ طيب او ما ناكل جوه لوحدي. يا سيدي عالدلع. عرفت انت ليه شبعان. كمل يا مارو كمل. اخش يا عم اخلص، انت مش قلت داخل تاكل؟ يا عم داخل انام اهو. يلا خش تصبح على خير. وانت من اهله يا اخويا. يا نهار ابيض. ماشي يا عم مارو، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني قوي. انت مالي عليا البيت، داخله وخارجه عليا. يا رب يسعدك، يا رب يهنيكي، يا رب يسترها معاك يا روح قلبي، ويفرحك يا حبيبتي وينجحك يا رب. عارفه نيلي قررت تساعد الراجل يلاقي بنته. تعرف انا فكرت في ايه؟ ايه؟ احمد ابن خالته ضابط في الامن الوطني. انا قررت احكي له على كل حاجه، وهخليه يدور ورا اللي اسمها شريط دي، ويعرف سحر راحت فين وسماح حصل لها ايه. احنا مش اتفقنا مالناش دعوه بالكلام الفارغ ده، واننا نمشي من الدار دي اول ما نرجع من الصفا لما لقينا مكان الاول؟ وبعدين تراهنيني بقى ان شيرين دي وراها بلاوي متلتله؟ انا بقى مش هرتاح غير لما سحر اعرف ايه اللي حصل لها وراحت فين. نيلي شاكه ان شيرين ممكن تكون عملت فيها حاجه. هي بصراحه حقوده وغلاويه، بس يعني مش هتوصل للدرجه دي. وحتى لو عملت فيها حاجه، طب ودت الجثه فين؟ الموضوع فعلا غريب، وما راحت فين؟ تعرف انا شاكه في ايه؟ ايه؟ ممكن تكون لبستها تهمه وحبستها. لا كان ابوها عارف، ابوها محامي. ما صح، ما راحت فين؟ بيت ايه؟ تفتكر هتطلعها في طاس وحرقتها زي سماح؟ بطلي هبل بقى والكلام الفارغ ده، بطاس ايه وزفت ايه؟ ويا خبر النهارده بفلوس. عموما بقى سيبك من الهبل ده كله، انت نزلتي صور فرح على الفيس، كنت زي القمر. شفتيها؟ جميله. قولي لي بقى، هو احمد ناويين تتجوزوا بعد الترم على طول؟ بصي هو كان عايزه فعلا قبل الترم، بس انا قلت له لا استنى بعدين، لان انا مش جاهزه. هو جاهز وعنده شقته ومامته، حتى مش عايزاني اجيب اي حاجه، بس انا مش حابه ادخل كده وانا مش جاهزه. يا ستي شوفي ايه اللي ناقصك وننزل نجيبه سوا. ماشي، عقبالك يا منى. حبيبتي انا فرحانه قوي.
يا مارو يا مارو يا عم مارو هايزي هايزي اللي مارو 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 يلا بينا يلا بينا على فين عندنا كاستنج يا ابني ولك يا عمرو ايه ايه يا مروان انت النهارده هتروح لوحدك اروح لوحدي ليه خليك جدع ايوه ايه السبب اصل انا اصل انا بص انا عندي ميعاد مع ميلي اسمع ما تفهمش غلط يا ابني بقى بطل بقى شرب سجاير دي ركز معايا هو الموضوع ايه قلبك ده لا مش حكايه قلبي ده ولا حاجه اسمع بقى ما تبقاش غلس هي حاله انسانيه زي ما تقول كده يعني واقف جنبها كده في موضوع ان شاء الله ربنا يتمم على خير ادعي لي انت بس ربنا يوفقك يا عم الشيخ ربنا يكرمك يا عم بدي لك من كل قلبي بس خد بالك بقى عشان ست الشيخه في صيدله وبتدي حقن في في العضل يعني ما اقصدش حاجه ما اقصدش حاجه بقى انا اخلص ماشي يا مارو قلبه دق ابن اللذين الو ايوه يا استاذ رأفت اه انا عارفاه طيب انا 10 دقايق وهبقى عندك اوكي باي باي معلش انا اتاخرت عليك لا ولا يهمك المهم احنا نقابله فين في كافيه قريب هو بعت لي اللوكيشن طيب ماشي حد شافك كنت جايه لا لا مفيش حد كويس تعالى ايوه خالتي كنت عايزاني في حاجه كنت عايزك تجيب لي حاجه عينيا اجيب لك الحاجه بس قبل ما اجيب لك الحاجه انا عايز اتفرجك بقى على الصور اللي صورتها للشريمه بصي بورتريه اوعى كويس جامد انا فظيع اعملي حسابك اول ما اخلص المهمه دي هتديني الموبايل ده هديه ايش ايه طب انت كنت عايزاني في ايه قوليلي مش وقته مش وقته يلا امشي ايش ايش خد يا صابرين بالهنا والشفا تسلم يا عم جرب ايه ده انت فاكر نفسك مش هنعرف نجيبك ولا يا صابرين بقولك ايه علي انا جعان جعان ايه بس دلوقتي يا عم اوعى ايدك صابرين اسمع الكلام في كافيه هناك اهو هنقعد نتكلم شويه اوعى بقى ما تقوميش امشي معايا يلا اوعى يا عم ولا عبد الله هم واخدين صابرين ورايحين على فين يالا انا مش عارف الست دي ممكن تكون عملت ايه في بنتي هتكون عملت ايه يعني يا استاذ رأفت؟ معلش يا استاذ رأفت انا شايف ان انت مكبر الموضوع حبتين مكبر الموضوع ازاي يعني؟ يعني موضوع الرسائل ده ممكن يكون بسبب انها يعني متضايقه منها مش طايقاها عايزه تمشيها من الفيلا لكن ما توصلش لدرجه القتل يعني وليه ما تقولش ان شيرين دي عامله عصابه وبتتاجر في الاعضاء؟ ومش كده وبس ممكن تكون عضوه في العصابه دي اهو بتبيع البنات لبيوت الدعاره ايوه علشان بتسجل لهم فيديوهات مخلة بالشرف معقولة؟ دي تبقى مصيبة يا أستاذ رأفت لو كلام حضرتك ده مظبوط
كانت على الأقل الحكومة خدت خبره واتخذت الإجراءات اللازمة. وبعدين أنا أبويا شغال في الفيلا دي بقاله كتير قوي، يعني لو كان شاف حاجة زي كده ولا كان سمع حاجة زي كده كان أكيد ساب الفيلا ومشي، أو حتى كان قال لي. بصراحة أنا من ساعة ما جيت الفيلا دي وأنا كل اللي شايفه عن شيرين دي إنها ممكن تكون بترازي البنات، بتزعق لهم، مش أكتر من كده يعني، ما توصلش لدرجة أعضاء بشرية ودعارة وكده يعني. أنت بتدافع عنها كده ليه؟ عشان شغال عندها؟ أولاً يا أستاذ رأفت أنا مش شغال عند حد. ثانياً بقى أنا مش هزعل منك عشان أنا مقدر موقفك. يا ابني يا مروان يا حبيبي، أنا راجل محامي، يعني مر عليا آلاف القضايا اللي زي دي، علشان كده أنا متأكد إن ورا اختفاء بنتي الست صاحبة الفيلا. طب يا أستاذ رأفت شوف حضرتك عايز مني إيه وأنا هقدر أساعدك. أنا مش عايز منك غير حاجة واحدة بس، تدخلي أوضتها وتدوري على أي حاجة ممكن تساعدنا. لا طبعاً أنا مش موافق على حاجة زي كده. لا طبعاً إيه، دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تساعدنا بيها، وخصوصاً إن هي قاعدة جوا الفيلا. ما تقلقش يا أستاذ رأفة، أنا هدخل الأوضة يمكن أقدر ألاقي حاجة ساعدك بيها. اتفضلي. استني، خش برجلك اليمين يا شاب. انت نورتينا، انت شرفتينا. ايه الجمال ده؟ يا اهلا وسهلا. خالتي استني. اهلا وسهلا. اهش؟ هش. اهش. أنا ندى عبد الحميد، طالبة في كلية هندسة. كنت كلمت الأنسة شيرين وحجزت معاها غرفة. أنت دفعت فلوس الإيجار؟ لا لسه، اتفضلي أهي. أنا كان عندي سؤال، هي الدار هنا بتقدم أكل؟ لا الحقيقة ما بنقدمش أكل، بس لو حبيتي تستعملي